حدث لدرنا من كارثة هي ورقة الكل يحاول أن يكسب من خلالها رهان سياسي أو موقف سياسي يستطيع تحقيق بعض المآرب سواء كانت شخصية أو بعيدة المدى للوصول لسلطة داخل ليبيا. ولكن أعتقد أخي معتصم أن الإرادة الداخلية وخاصة أهالي مدينة درنا ومن الأحرار الشرفاء داخل ليبيا يستطيعوا الضغط بأي طريقة إن كانت، سواء بالاعتصامات سواء بالمظاهرات، المطالبة من اجتياز هذه المرحلة والوصول بنا إلى انتخابات تشريعية من ثم رئاسية. أما المراوحة في نفس المكان وهو البقاء والمشاهدة المشهد وما يحدث في درنا والمتاجرة بهذه القضية فهو لن يقدم شيء، وخاصة المواطن البسيط. فالآن يجب التحرك سواء من نخب أو من فاعلين أو من شارع أو من ساحات حول الدفع بالمطالبة بالمسارعة في الانتخابات لتكون كارثة درنا دافع للوصول للانتخابات وإبعاد الفاسدين عن المشهد السياسي الليبي.